إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن موضوع التكذيب بالوحي الحقيقة إنه موضوع قديم حديث، بياخد أشكال وصور كتيرة جدا ومتنوعة ولها قوالب عديدة بتقدم من خلالها. وحينما يذكر القرآن الكريم لنا شيئا، إنما يذكره لمرام كثيرة، من بينها أن هذا المذكور الذي يذكره القرآن ويهتم به القرآن الكريم في موضوعاته بيدي إشارة إنه سيتكرر أمام المسلمين، زي قضية إنكار الوحي المذكورة في سورة الحج. فإذا ما نبه القرآن الكريم إلى قضية إنكار الأمم السابقة للوحي وتكذيبهم لأنبيائهم، صحيح إن هذا الذكر والتذكير بهذا الموضوع تسلية لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن الكريم يقص علينا قضية التوحيد
وفي ذات الوقت ينبه إلى ما يعرض إليه من مواضيع مهمة وجب على المسلمين كقضية إنكار الأمم السابقة للوحي، وجب على المسلمين أن يعدوا عدتهم المناسبة لكل ميدان سيهاجم فيه الوحي الشريف ويكذب. فإن الله تعالى لما خاطب نبيه الكريم في سورة الحج في قوله تعالى وإن يكذبوك، والخطاب لحضرته صلى الله عليه وسلم، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كما خاطب الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الأمة الإسلامية وأنذر بكلامه العالمين، لأنه كما وقفت أو وقف مشركو قريش موقفهم ذلك من القرآن إنكاره وتكذيبه واعتبروه شعر أو سحر أو كهانة أو أضغاث أحلام أو إنه من أساطير الأولين، وزي ما قريش رموا صاحب الرسالة بالافتراء عليه وبالكذب مرة واتهموه بالجنون تارة أخرى، ويدوروا كده معلوماته دي ولا القرآن ده هو جايبه مني، يدوروا عن معلوماته من أي مصدر في الأرض أتى بها إنكارا وتعمدا في إنكار الوحي، زي ما قريش ما صنعت ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسالة. كانت جهود الاستشراق لا تخرج عن هذه التوجهات والمطامع العديدة. الاستشراق مدرسة فكرية من أجانب علماء وباحثين درسوا المعارف والعلوم الخاصة بالشرق، درسوا لغات الشرق وأداب الشرق وفنون الشرق وأديان الشرق، عكفوا على الأماكن اللي عايزين يستعمروها ويسيطروا عليها ويبقى لهم يد من خلال ثقافة الشعوب. فكانت مراكز ومدارس كبرى في الاستشراق مجموعة من الرجال العلماء والباحثين يبحثون في علوم الشرق بمختلفها وبالذات الدين الإسلامي. كانت لهذه المدارس العلمية أغراض كثيرة، وكتب عنها كثير من أهل العلم والتحقيق، ما لهمش غرض واحد من وراه، مش الغرض أنهم يوصلوا للحق. قلة جدا من أهل الاستشراق وهم العلماء الأجانب اللي خاضوا يتعلموا أو سعوا ليتعلموا الدراسات الشرقية لغتها وأدبها وفنونها وأديانها عشان يوصلوا في النهاية إلى أنهم إلى الحق الذي يبحثون عنه أو لغرض الدراسة والفهم، قلة جدا. لكن أغلب مدارس الاستشراق أنها كانت لها أغراض. الشيء اللي أنا عايزة أو أود أن أنبه إليه هو أنه كما ظلت قريش تنكر الوحي وتكذب بالقرآن، كذلك سعى المستشرقون الذين كانوا يعتبرون القرآن الكريم من تأليف نبي الإسلام، هكذا كانوا يرددون وما زالوا يرددون، وساعد جهود الاستشراق في إثبات ذلك بكل ما أوتيت من قوة، محاولة منهم لطمس أنوار الوحي عن طريق إن هم سعوا إن هم عن طريق إثبات بشرية القرآن. يعني إيه؟ يعني عايزين يقولوا إن القرآن من تأليف نبي الإسلام وليس وحي من السماء، فعمالين يسعوا إلى ده بكل وسيلة عشان ينقضوا على هذا النور العظيم، ليتسنى لهؤلاء أن أو اعتقدوا أنهم يقدروا يطفئوا نور الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لذلك فإن السعي لإيهام الناس بأن السنة لم توثق توثيق القرآن الكريم أو إنها ليست المصدر الثاني في التشريع هو نفس كلام كثير من المستشرقين، وهو محاولة جديدة للطعن في القرآن الكريم، لكن داخلين للطعن من خلال الطعن في السنة النبوية المطهرة. فلينتبه إلى ذلك أهل البحث والعلم الشرفاء، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعرف ده لأنها مداخل كثيرة وجديدة ومتنوعة بيدخلوا من خلالها بيستغلوا في ذلك ما قيل قديما وما يقال حديثا للانقضاض وللطعن في القرآن الكريم. لأن هأكد الذي حمل إلينا السنة النبوية المطهرة ووضع هذه المناهج العلمية الدقيقة في نقل السنة إلينا الرجال الذين قاموا بذلك وقاموا بوضع العلوم لاختبار هذه الأحاديث من جهة السند ومن جهة الدراية هم أنفسهم الذين قاموا بنقل القرآن الكريم إلينا. فإذا طعنا في السنة فقد طعنا في القرآن الكريم، وهذا ما يصنعه المستشرقون ومن وراء هؤلاء المستشرقين. إن المستشرقين في دراستهم للإسلام والقرآن الكريم بمختلف مشاربهم ومدارسهم وانتماءاتهم والأماكن الجغرافية العديدة اللي بينتموا إليها، وكانت أغلبها دايرة ما بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ما من أوروبا وغيرها كذلك، الحقيقة هم بينقسموا إلى عدة طوائف وأصناف كتيرة. من الأشكال دي منهم الأكاديمي اللي درس الاستشراق دراسة منهجية في الجامعات والمراكز العلمية، وغالبا ما تكون أهداف هؤلاء محددة من قبل حكومات لغايات سياسية، غايات جاسوسية، غايات استعمارية، لأنه النهاردة حروب الشعوب مش بس في ميادين القتال، الجيل الرابع أو حروب الجيل الرابع أو إن إحنا نبتدي ندخل لثقافات الناس ونعمل بلبلة في المجتمع ونهز المجتمع. فارق كبير بين أن يقوم أهل العلم بمناقشة علنية، أهل علم واختصاص مش ناس متطوعة لهذا العمل تقرأ وتكتب بغير اختصاص. الاختصاص مهم، وإلا النهاردة زي ما بنشوف العملية الاضطراب في الصورة دي موجود، وللأسف حتى موجود في الإعلان، تجد بتاع الطب يتكلم في الدين وتجد بتاع الدين يتكلم في الطب. نتكلم على لسان ننقل علم المتخصصين ماشي، إنما نتكلم من غير تخصص دي مشكلة. النهاردة اضطراب التخصص ده إشكالية كبيرة، إشكالية بنضيع بيها جماهير من الشباب والناس أجمعين، ويعنيني أكتر فئة الشباب. فارق كبير بين إثارة قضايا علمية من أهل اختصاص وأهل شرف فإن دول أخذ منهم العلم، وأهل ثقة، وأهل الثقة دي بنكتسبها إن يكونوا أهل اختصاص مش ناس هاوية. أنا النهاردة لما بأصدر إلى الناس إن كل من هب ودب يتكلم في قضايا شديدة التخصص والتعقيد في غير محاريب العلم، حتى لو أنا عايز أطلع بها إلى الساحة الإعلامية، لابد وأن يكون ذلك على أساس من التخصص والدراسة العلمية عشان يكون في استيعاب لجميع القضايا، لأن هو ده برضو اللي صنعوا الاستشراق. العملية الاستشراقية دي كان ليها بعض النفع، لكن مش محل الحديث الآن. المشكلة بالنسبة لنا إنه النهاردة أما يجي واحد من هؤلاء الأجانب ليتعلم شيئا ويكتب عنه ولم يحط بالمعارف اللي المطلوب يحيط بيها هيضل ويضل. نفس القصة أما يجي واحد من جلدتنا وينقل آراء هؤلاء، ودول أصلا في سعيهم للبحث ما كانش في سعي مكتمل أو في سعي وراء هدف وغرض. محاربة الوحي الحقيقة له ميادين كتيرة مش ميدان واحد، يعني ساحة القتال أحد الميادين وعانت الأمة الإسلامية كثيرة، وساحة الفكر أحد الميادين الكبرى اللي ممكن يدخلوا من خلالها للشعوب فيحاربوها. لذلك هناك من هؤلاء المستشرقين اللي أرادوا تحقيق أهداف وغايات معينة بترمي إلى الانتقاص من الإسلام والقرآن الكريم والوحي الشريف عموما، ولذلك بتغلب على مؤلفات هؤلاء وطرائق هؤلاء والأدوات بتاعت هؤلاء في إيصال هذه العشوائية في العلم. تجد عندهم حاجة اسمها الانتقائية والعشوائية كما ذكرها أهل الاختصاص، ينقي اللي على مزاجه عشان يثير به البلبلة والجدل، وإن كان النقاش علميا فلا يمكن أن يكون عشوائيا بهذه الصورة أبدا. البعد عن الحياد والمنهج العلمي ده سائد جدا في كثير من كتب الاستشراق ومن تبعهم ومن نقل علومهم، وزي ما أكدنا إنه كثير من هؤلاء كانت له مرام من وراء دراساتهم في عالم الشرق سواء أقصى أو أدنى.
في برضو موضوع في قضية إنكار الوحي، إنه ظهر منذ عصر النهضة في أوروبا إلى يومنا هذا، يعني مجموعة من المستشرقين ليهم وجهة نظر علمانية بحتة تجاه الدين عموما، بمفهوم معنى أو بمفهوم العام الشامل للدين، كل الأديان بقى من أول، يعني يشمل ذلك المسيحية واليهودية، هم عندهم موقف من فكرة الدين عموما. وكان هناك زعماء لهذه المدرسة، من هؤلاء المعلوم والمعروف إجنس جولدزيهر، وكذلك المستشرق الألماني ثيودور نولدكا. وقبل كده كنا جبنا سيرة ثيودور نولدكا عشان نؤكد على قضية إزاي هو سعى لإنكار الوحي والطعن في القرآن الكريم وأساليب هؤلاء في الوصول إلى أغراضهم ومراميهم في هذا الأمر. قضية إنكارهم أو إنه الدين ليس له تصوت، أو هذه النظرة العلمانية اللي هي في النهاية بتشوف إنه الإنسان يدير حياته الشخصية أو حياة الإنسان والكون بعيدا عن الدين، ده بالاختصار هذا المعنى العلماني، إنه هو يعيش في عالم الإنسان وعالم الكون بعيدا عن الدين. الحقيقة هم كمان بتشوف المدرسة دي إنه لا يرون للدين تلك القداسة اللي احنا يعني نراها، اللي أهل الشرق بيشوفوه، المسلمين عايشين ويعلمون ذلك ونعتبرها من البديهيات الأولية في حياتنا. بل احنا يمكننا أن احنا نقول إن النظرة السلبية لهؤلاء المستشرقين تجاه الإسلام بوصفه دينا ما هي في الحقيقة إلا انعكاس لردهم على المؤسسات الدينية في أوروبا بسبب ممارساتها السابقة ضد العلم والعلماء، واتهام رجال المؤسسات الدينية في عصور الظلام للعلم والعلماء، اتهمهم بالكفر، اتهمهم بالهرطقة، اتهمهم بالزندقة. وبالتالي يأتي من يحمل من المسلمين مثل هذه النظريات الغربية، وبعدين يبتدي يسقطها على العالم بتاعنا، يسقطها على واقع المسلمين في الشرق، وهو في الحقيقة إسقاط خاطئ، لأن المسلمين لم يعانوا مما عانى منه المثقفون في عصور الظلام في أوروبا، إنما هم كانوا بيعانوا من صراع دائم بين المثقفين ورجال الدين. إحنا لا، إحنا الإسلام حض على العلم والتعلم، حض على العلم والتعلم. العلم والتعلم ده هي حركة علمية إما بتمر بمراحل، إما أنها تكون مزدهرة وإما أنها تكون خافتة. عملية العلم والتعلم إما إن بيجي لها وقت بتكون مزدهرة، وإما إنها بتكون خافتة باهت، ليس أكثر ولا أقل. ده بينجم عن إيه؟ عن اهتمامنا بالعملية التعليمية، عملية الاهتمام بالتعليم في المؤسسات العلمية. ومش هنقدر نقول إذا نرجو نهضة حقيقية في العلوم والمعارف إن المسألة هنا مسألة التراث. التراث في النهاية بيعبر عن عقولي أصحاب الذين بذلوا الجهد في إن هم يكتبوا هذا العلم الأصيل اللي كانت أنواره من أنوار القرآن الكريم. النهاردة أنا بسعى إلى إحداث عملية من التثقيف والتنوير إن لم تكن يصاحبها أو معها عملية في تطوير العلوم، مناهج العلوم، العلوم الدينية والعلوم الطبيعية، سائر أنواع العلوم. ما ينفعش شيء بمنأى عن شيء، العملية التعليمية كلها يحصل نهضة تعليمية. النهضة التعليمية دي تثمر عقول، أربي العقول دي على مناهج التحليل، على مناهج النقد، على أسس علمية مش عشوائية يطلع كل من هب ودب يتكلم. لا، أنا نهاردة عايز تطوير وتجديد حقيقي، لابد أن يكون قائما على مشروع حضاري كبير في تبني مناهج التعليم. مناهج التعليم هي التي تصنع عقولا يقظة تسعى إلى التجديد والتنوير الحقيقي، لأنه تم بناء هذه العقول على تدريبها على مناهج علمية كثيرة تستطيع أن تختار الجيد وأن تدع السيء بالعقل. النهاردة أنا بجيب التراث، جهد هؤلاء الأسبقين، وأطعن فيه بغير علم وبغير منهج علمي،
مع ان احنا في الجامعات العلميه والبحث واهل البحث والعلم عارفين كده ان احنا بنمارس العمليه النقديه بمنتهى الاريحيه على سائر العمل والجهد الانساني، والانسان على قدر طاقته البشريه يسعى وعلى مدى امتلاكه للادوات العلميه في البحث والنقد والتحليل. النهارده انا عايز عقول تاتي بجديد، لابد من تبني مشروع حضاري ضخم في انشاء مؤسسات علمية عامة تسعى إلى بناء العقل الإنساني بناء منهجيا علميا يشمل كل أنواع العلوم والمعارف، مش الدين بس والعلوم التانية، لا كله. أنا النهاردة بطلع عقول نيرة بمناهج علمية مش بتسيطر عليه أفكار الأقدمين، إنما بيسيطر عليه المنهج العلمي، لأنه هو ده اللي بيه يقدر ينقد ويمارس العملية النقدية على انضباط علمي، ويقدر أنه يحلل ويفهم جهد الأسبقين ويضيف في عالمه الحاضر ما تفيد منه البشرية وتفيد منه البشرية في كل المجالات. دي مسألة مهمة جدا، الحركة العلمية اللي هي العلم والتعلم بتمر بيها مراحل من الازدهار والخفوت. هذا الازدهار وذلك الخفوت لا يكون إلا بسبب مدى اهتمامنا أو عدم اهتمامنا بالمؤسسات التعليمية. ديننا الحنيف يحضنا على العلم والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن نصوص الوحي الشريف جميعها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة داعمة للتعلم والتعليم من خلال الحض على مطلق طلب العلم بما فيه العلوم الشرعية، مطلق طلب العلم النافع من خلال الدراسة المتخصصة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إنه في طبقة بتتخصص في طلب العلم وتعليم العلم، الإنسان ما يستأثرش بالخير لنفسه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأمرنا بطلب العلم والسعي إلى طلبه في سائر النصوص الشرعية. يبقى إحنا مأمورين بقى، المقصود بقى تطوير هذه العملية التعليمية لإيقاظ العقول من غفلاتها ولإيجاد ما نتمناه ونرجو. فالإشكالية مش في التراث، الإشكالية في العقول، وعشان تبنى العقول لابد من تبني هذا المشروع الضخم في إثراء العملية التعليمية عن طريق النظر في المناهج التي تقدم لإيقاظ العقول وتدربها على العمل العلمي، وده في سائر المراحل التعليمية. بنأكد إن الوحي الشريف نزل على الأنبياء والمرسلين. الوحي ده عبارة عن المنهج اللي بيحدد للإنسان الطريق بتاعه الذي عليه أن يسلكه ليصل إلى ما ينفعه ويجتنب ما يضر. وبيبين له كمان المنهج الرباني ده إنه زي يستثمر الطاقات بتاعته وينتفع بالمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذللها له وجعلها في خدمته، وده من طريق أو عن طريق القانون والشريعة التي تؤسس له ما يضمن لهذا الإنسان سعادته في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر لينا وتبدو الحاجة الملحة إلى إنزال حاجة البشرية إلى الوحي، وإلى ضرورة إنزال الوحي، ومن لطف الله بالعباد إنزاله للوحي من الخالق العظيم. نزل هذا الوحي على أنبيائه لهداية عباده، ولولا نزول الوحي والقوانين السماوية لما جت بحار الإنسانية ببعضها، ولطغى الإنسان من في كل شيء، أصبح يعني خلقيا اجتماعيا فكريا سياسيا بل في جميع المجالات. التوحيد الذي أرسل به جميع رسل الله تعالى قاطبة، وهو أنه لا إله إلا الله. التوحيد هو سر بناء الحضارات، وهو سر الازدهار الإنساني والكون الحقيقي. بعيدا عن التوحيد نجد وتكون صناعة الاستكبار والمستكبرين في الأرض على يد إبليس وجنوده. وصدق الله تعالى القائل في بداية سورة الحج:
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. أهلا ومرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن. أهلا ومرحبا بالجميع. ننوه سريعا على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنتلقى أسئلة حضرتكم بنجيب عنها في الحلقة المخصصة للرد على الأسئلة، وهي بتكون كل يوم أربع من كل أسبوع. إحنا بنلتقي وحضرتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء، بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتلقى أسئلة السادة المشاهدين معنا على الهواء مباشرة قدر الطاقة، أحاول الإجابة عنها في ذات الحلقة أو في أقرب حلقة. ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وبنعرض كمان لكتابنا كتاب قلوب عامرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتيسير. معانا أستاذة خيال. ألو. أهلا أهلا، إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا أستاذة خيال. إيه الاسم؟ حضرتك جدا، واسمك جميل قوي ما شاء الله. والحاجة أنا عايز أسأل حضرتك، أنا حد قال لي قبل كده إن إحنا عند ربنا ماضي، هل ده صح؟ إن إحنا؟ يعني المسلمين يعني الكون يكون كله عند ربنا ماضي، ده صح؟ حاضر حاضر. أيوه حاضر، هرد عليك يا خيال. قولي لي سؤالك التاني. صمتي في رمضان 24 يوم. صمتي؟ صمتي 6 من رمضان، هصوم بعد كده على مدار الأيام عادي ولا لازم أصوم على طول؟ الأيام اللي عليكي قضاءها في رمضان اللي فاتتك صيامها عشان الحيض يعني. في 6 أيام صوم بعد كده لازم ورا رمضان على طول ولا معايا وقت يعني؟ لا يعني انا صمت 24 يوم في رمضان وبعدين صمت 6 البيض، عليا 6 البيض بعد رمضان، صمتهم بعد رمضان عادي ولا اللي هي الايام اللي انت فطرتيها لسه ما صمتيهاش؟ حاضر يعني. حاضر حاضر يا خالد. في حاجه ثالثه؟ في سؤال ثالث؟ هو يكتبه. لا الصوت شويه، قولي لي ثاني بالراحه. اخويا يعني انا هو بس عايزه حضرتك تقولي لي دعاء هو يكتبه يقوله. دعاء يقوله وقت الامتحان. حاضر هقول لك اللي بقوله لابني. حاضر. معانا استاذ احمد، حاول تاني يا استاذ احمد. استاذه نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا استاذه نغم. انا عندي اسئله كتير النهارده اسفين. يلا لا بالعكس، انتوا بتشغلونا كويس، اتفضلي. الله يخليك. واحده ماتت النهارده حسابها هيكون زي اللي ماتت بقى لها 30 سنه او 40 سنه؟ واحده ماتت اليوم. اليوم هل يكون حسابها زي اللي بتتعدي بقى لها 30 سنه في التربه يعني؟ مش فاهمه السؤال. يعني فترة العذاب واحدة بقى 30 سنة ميتة. زي واحدة هتكون ميتة النهاردة وان قال يوم عند ربنا بألف سلام مما تعدون. ايوه بس فترة عذاب ليه؟ او انت بتكلميها ليه من منظور العذاب؟ يعني الحساب بحد ذاته يعني. حاضر. السؤال اللي بعد كده، ايه الفرق بين النبي والرسول؟ الفارق بين النبي والرسول. حاضر. السؤال اللي بعد كده، عندي كراسة بكتب فيها ميزانية الشهر. بكتب بإذن الله إن شاء الله الحمد لله، لما تخلص الكراسة دي أحرق وراها عشان فيها رفض الله ولا ممكن أقطعها وأرميها في سلة المهملات؟ هقول لحضرتك. قولي تاني. السؤال اللي بعد كده، جمع رجل رجال فما جمع امرأة؟ نعم. جمع رجل رجال فما جمع امرأة؟ حاضر. السؤال اللي بعد كده، كيفية سجدة الشكر؟ كيفية سجدة الشكر. السؤال الأخير، أنا آسفة جدا. لا ولا يهمك. في مرهم بحطه على رجلي فأنا بتوضى قبل ما أحطه، بس السنة اللي بعد كده
ببقى خايفة المية ما تكونش وصلت لرجليا، فأعمل إيه؟ المرهم ده بتبصه البشرة يعني، بتمصه، تمتصه. بتمصه تقريبا. طيب انت يعني هي لازم ساعة الوضوء انت بتدهني قد ايه في اليوم؟ لا انا بدل 3 مرات في اليوم، فلازم هيعدي عليا صلاة يعني. فانت خايفة انه الدهان يمنع الوضوء. ايوه. حاضر حاضر، هنطلع الفاصل وإن شاء الله ربنا يعيننا بقى على أسئلة الأستاذة نغمة إن شاء الله. اهلا ومرحبا بحضراتكم. استاذه خيال بتسال انها سمعت ان احنا عند ربنا ماضي، هو علم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو العليم العلام سبحانه، علم الله علم شامل محيط ملوش علاقه بالزمان، لان ربنا هو خالق الزمان والمكان، وكل ما في الكون ده سابق في علم الله تعالى، الله لا يجري عليه زمان ولا مكان، الله خالق الزمان والمكان، فكل ده في علم الله الشامل المحيط. المخلوق ليس كالخالق، وأنا ما أجي أفهم الله العليم الله المحيط بكل شيء بفهمه بأنه الله المخلوق غير الخالق جل جلاله الله. بالنسبة لي أنك عليك أيام أنت ما صمتيهاش، هل في رمضان لعذر الحيض أو لأي عذر؟ هل إن أنا لازم فور انتهاء رمضان القيام بالقضاء؟ لا يشترط التتابع. أولا إنك أنت بعد رمضان عندك تقدري تقضي وعلى الساعة، وما بيشترطش التتابع في قضاء أيام رمضان، مش لازم إن أنا، بيكون ده على حسب الطاقة، مش هصومهم ورا بعض ومش لازم على طول ورا رمضان. ستين عائشة كانت تقضي ما فاتها أداء في شهر رمضان في شعبان قبل أن يدخل رمضان المقبل. احنا بنفهم انه هنا القضاء على الساعة، لكن الانسان ممكن تاخديه بقى اثنين وخميس، تاخديها على فترات على حسب الطاقة بتاعتك صاحبة السؤال. الدعاء اللي يقوله، اولا يقول يقرأ سورة الشرح، ويقول وهو داخل اللجنة الطالب اللي عنده امتحان يقرأ سورة الشرح وهو داخل، ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء اللي علمه لنا القرآن الكريم. أنا فتحت ورقة الامتحان وبدأت أجاوب، إذا وقفت معايا شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دي سر الله المكنون، سر الله المكنون، بسم الله الرحمن الرحيم بحضور قلب عشان المدد يأتي للإنسان، وأقول بسم الله الفتاح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، بسم الله الفتاح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، أصلي على سيدنا رسول الله وإن شاء الله ربنا يفتح وييسر، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقرأ هذه كذلك اللي بقى يتذكره. الأستاذة نغم أسئلتها معانا ما شاء الله. الأستاذة نغم بتقول واحدة ماتت اليوم، هل حسابها زي واحدة من 30 سنة؟ دي من الأمور الغيبيات يا أستاذة نغم اللي لا علم لنا به، إلا لو الوحي أنبأنا عن طريق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيه اللي هيجرى، إيه المدد. وقلنا إنه الزمان والمكان ده شيء يعني له حسابات في الدنيا غير الحسابات في البرزخ غير الحسابات في الدار الآخرة. الإنسان لما بيدخل القبر بيرى مقعده من الجنة أو النار، وده في حد ذاته تنعيم وتعذيب. ليه؟ لأن لما أشوف أن أنا مصيري جهنم أكيد أنا نفسي مؤرقة، ولما أشوف أن أنا من أهل الجنة أكيد نفسي منعمة، لكن عذاب الله لا يكون إلا في الآخرة اللي هو بعد إقامة الحساب، ويأتي بعد الحساب العقاب. بالنسبة لي الكراسة اللي حضرتك بتكتبي فيها ميزانية الشهر تبقى كاتبة إن شاء الله بإذن الله، لو أنا كاتب لفظ الجلالة أو المشيئة أو ما شابه ذلك في ورق عندي، أنا إزاي أتخلص منه؟ أحرق الورق ده، أقطعه كده وأحرق،
لكن مش همسك الكراسة وارميها في سلة المهملات. بالنسبة لكيفية سجدة الشكر، بعمل تكبيرة وبنزل، يعني تكبيرة ونزول ثم تكبيرة وقيام والدعاء والتسبيح، وبيشترط الإنسان أنه بيشترط له الطهارة عند جمهور الفقهاء. بالنسبة للدهان اللي حضرتك بتدهني، طالما يعني ليس ملوش جرم، يعني ايه جرم؟ يعني ما يمنعش من وصول الماء للبشرة، طالما هو ليس له جرم يمنع من وصول الماء للبشرة، اقدر لان انا ادهنه واستنى شوية كده وبعدين اتوضى، ما فيش مشكلة. او ان انا اتوضى وادهنه، ده برضو حل تاني عشان ما تبقيش عايشة انك يعني ايه، يعني اربط الدهان باني اتوضى، وده بالعقل يعني ان استعمل الماء اولا ثم بعد ذلك اقوم بدهان الموضع المصاب وبعد كده ابتدي اصلي، هياخد وقت الى دخول الفرد الذي يليه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وتقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.